خوتنا احبابنا قناة اشواق، مرحبا بيا عندكم. فنان جزائري شاب امي كازا، موقف في المغرب من 2018، ونغني الراي. راي موهبه ديالي ملي كنت صغير، نبغي الراي وكبرت مع الراي. حنا عائله فنانه ديجا، اصلا الوالد ديالي فنان، عمي فنان، عندي عمي ثاني اللي موقف في الخارج كان عازف ملقب بكادر اكا. يعني عائله فنيه، الفن ديته مع العائله ديالي بيان سير، وكنت مولع بالفن وبالراي ملي كنت صغير. لا في الجزائر كاين بزاف، كاين مثلا الراي، كاين الشعبي، كاين بزاف. يعني انا نبغي الراي. قال لك وما تدري نفسه باي ارض تموت. انا سبحان الله ربي كتب لي نعيش في المغرب، وجيت بالصدفه وتزوجت هنايا، وراه عندي الولد ومازال ان شاء الله. الزوجه ديالي عرفت على طريق فاميليا ديالي في الجزائر، هما اللي عرفوني بها وتزوج بها. يعني الحمد لله يتعاملوا معايا المغرب مغاربه كانني راني في بلادي، واصلا بلادي احنا ما تفرقناش، كاين غير ذاك الحدود، ما تفرق الشعب، الشعب واحد. ايه كاينه خدمه، رانا مع خونا الفنان موس ماهر فيلا غاسبي، وشاب اسامه اللي نحيوه بالمناسبه شيخ نانو. شوف اي فنان ما يكون جديد الا يفوت على هذه المرحله، بزاف فنانه فاتوا على هذا الطريق، ومن بعد كيتبان ودير شعب بيتك تما، هذيك حاجه اخرى. ما كرهناش مادا بيا ان شاء الله، الى ربي كتب لنا السكسي ان شاء الله، رانا نجبد واحد الليل ما يعني محال نداوم فيه. لي بواط، خدمه تاع لي بواط ماشي سهله، وراك عارف تلقى فيها بزاف عراقيل، تحقر مي تكون جديد وبزاف بزاف صوالح، يعني عالم اخر اصلا الليل. كاين ناس، كاين ديجا فنانه قبلي وقالوا هذه الهضره، وزيد سولتها وغادي يقول لك نفس الهضره. نعم نافست واحد انايا كما قال لك، كلها والقالب ديالها كما تقولوا هنا في المغرب، كلها والبصمه ديالها. انا ما عنديش مشكل مع حتى فنان، وكاع فنانه نحترمهم ونقادرهم، وكل واحد ربي يوفقه ان شاء الله في حياته. انا عمري ما كلاشيت شي واحد، وما عمري نكلاشي ان شاء الله شي واحد كاع، امبوسيبل كاع. انا كاع كلاشيني شي واحد نسكت وما نردش عليه. لا شاب بلال كما قال لك عنده مقام كبير في الراي، واستاذ وشيخنا ونحترموه كاع، واي فنان دروك يبدا بخالد وبلال وحسني ومامي. وانا اصلا نغني بزاف غنى ديال بلال ونبغيه، هذاك فنان كبير. كاين ثلاثه فنانين اللي نبغيهم وتولعت بهم، حسني وخالد وبلال. يا ما سمحي لي والمكتوب اداني مشي بالعاني، عيت ما نصبر راه مقواني، ضري دخلاني والله ما قديتش وزادوا يامي وما نسيتك جامي. يا ما غي ما عنديش صغار. مازال ان شاء الله راه كاين جديد عندنا، تليفونها مراشي صوني نوجدوا فيها كتابه امين مغبون وارونجمون تيزيرو فافا. مازال ان شاء الله كاين جديد ورا رمضان. صحة رمضانكم ونموتوا عليكم، ورانا هنا في المغرب في بلادي الثانية وفي بلادي، ونشكركم على الاستضافة، والله يحفظكم إن شاء الله، الله يطول في عمركم وتعيدوا بالصحة إن شاء الله، نموت عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.